تيودور نولتكا. هو شيخ المستشرقين الألمان، ولد عام 1836 في هامبورغ. أتقن العربية، العبرية والسريانية. درس في غوتينغن وفيينا وبرلين وليدن. حصل على الدكتوراه عام 1856 وهو في سن 20 عن تاريخ القرآن. عين مدرسا للتاريخ الإسلامي في جامعة غوتينغن عام 1861، وأستاذ التوراة واللغات السامية في كيل عام 1864. من مؤلفاته تاريخ القرآن، تاريخ الشعوب السامية، هل كان لمحمد المعلمون نصارى، تراجم المسلمين، عاون شبرينجر في كتابه سيرة محمد، ملحوظات نقدية حول الأسلوب والتركيب في القرآن. يقول المستشرق الألماني عن العربية وفضلها وقيمتها: إن اللغة العربية لم تصر حقاً عالمية إلا بسبب القرآن والإسلام. وقد وضع أمامنا علماء اللغة العرب باجتهادهم أبنية اللغة الكلاسيكية وكذلك مفرداتها في حالة كمال تام، وأنه لابد أن يزداد تعجب المرء من وفرة مفردات اللغة العربية عندما يعرف أن علاقات المعيشة لدى العرب بسيطة جداً، ولكنهم في داخل هذه الدائرة يرمزون للفرق الدقيق في المعنى بكلمة خاصة. والعربية الكلاسيكية ليست غنية فقط بالمفردات، ولكنها غنية أيضاً بالصيغ النحوية، وتهتم العربية بربط الجمل ببعضها. وهكذا أصبحت اللغة البدوية لغة للدين والمنتديات وشؤون الحياة الرفيعة وفي شوارع المدينة، ثم أصبحت لغة المعاملات والعلوم. وإن كل مؤمن غالباً جداً ما يتلو يومياً في الصلاة بعض أجزاء من القرآن، ومعظم المسلمين يفهمون بالطبع بعض ما يتلون أو يسمعون. وهكذا كان لابد أن يكون لهذا الكتاب من التأثير على لغة المنطقة المتسعة ما لم يكن لأي كتاب سواه في العالم. وكذلك يقابل لغة الدين ولغة العلماء والرجل العادي بكثرة، ويؤدي إلى تغيير كثير من الكلمات والتعابير في اللغة الشعبية إلى الصحة. رسالة السلام. رسالة السلام تقدمها رزيق حملاوي بقلم جمال رشدي.